تحية لكل مشاهدينا بلبنان وخارج لبنان على شاشة مريم تي في برفقتكم دايما ريتا. رح نمضي سوا نص ساعة من الوقت تقريبا من خلال برنامجنا الصباحي كافي بريك. هذا البرنامج مثل العادة بزودكم بالمعلومات العديدة والقيمة والمثمرة والفريدة من نوعها على عدة فقرات. ومثل العادة بحب على طول اني اتشارك معكم بكوت او ستيتس او قول من اقوال القديسين او اية من الانجيل هيك بكون مرقت معي على السوشيال ميديا او قريتها. واليوم رح اتشارك معكم قول من اقوال القديس مارشربل، هيدا قديس العالم يلي عطى ووهب كرمه لكل العالم، ما تطلع شو دينه وشو مذهبه ومين هو. مارشربل بيقلنا المحبة الشاملة بلا حدود وبلا شروط. المحبة الحقيقية الصادقة ما لها حدود وبتكون بلا مقابل وبلا مصلحة، مثل ما الله بين حبنا وضحى كرمالنا، ولو أخطأنا أو بعدنا عنه رح يضل حدنا وما رح يتركنا لو كنا بالظلمة، ليخلصنا من الخطية ويخدنا لعالم النور. فهيك لازم نكون مع أخوتنا على الأرض، نحبهم ونساعدهم ونكون حدهم بلا ما نتوقع شي بالمقابل. صدقوني ما رح يضيع شيء، بالعكس الله رح يعطينا أضعاف. مشاهدينا هيك حبيت أن أتشارك معكم بهيدا القول، كتير أثر فيي وشدني. وهلأ رح نبلش حلقتي بأول فقرة، فقرة هل تعلم؟ بفكرة هل تعلم نحن عطول بحب زودكم بحقائق علمية، بمعلومات ثقافية تاريخية جغرافية حول العالم أو عبر العصور أو عبر التاريخ، ونحن ما منعطي أهمية ومنجهلها، وهون بدنا نسلط الضوء عليها. بما أنه قدمين نحن لأحد الشعانين، اليوم رح أعطيكم حقائق علمية حول بلدان العالم كيف تحتفل على طريقتها حسب تقاليدها وعاداتها بأحد الشعانين. أولا بهل تعلم، أحد الشعانين أو عيد الشعانينة هو الأحد السابع من صوم الكبير، عيد القيامة قبل عيد الفصح، إلى ما يسمى الأسبوع يلي يبدأ فيه أسبوع الآلام، وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى أورشليم، ويسمى هذا اليوم أيضا بأحد الصعف أو الزيتونة، لأنه أهالي المدينة استقبلوا سيدنا يسوع المسيح بالصعف والزيتون المزين فرشين تيابون وصعف النخيل وأغصان الزيتون قدامه. كرمل هيك يعاد استخدام الصعف والزينة بأغلب الكنائس للاحتفال بهيدا اليوم المقدس، وبيرمز الصعف النخيل إلى النصر. وغيرها من المدن بالأراضي بيعطي المسيحيين حول العالم، خاصة مسيحي القدس، أهمية بالغة لأحد الشعانين كونه ذكرى دخول ملك السلام إلى القدس وحدثا المقدس هذا المقدس سابقا لقيامة يسوع المسيح وبداية أسبوع الآلام. بما أنه إدمين مشاهدينا إلى أحد الشعانين، رح أعطيكم حقائق ومعلومات عن طريقة احتفالات بأحد الشعانين حول العالم. أول شيء في كتار بيسألوا أحد الشعانين أو الشعانينة، هالكلمة من وين جاية؟ هالكلمة جاية من كلمة العبرانية وهي هو شيعة نان، وتعنى يا رب خلص، وبتشتق لهيد الكلمة من كلمة يونانية أوسانا، وهي الكلمة يلي استخدمت بالإنجيل من قبل الرسل والمبشرين، وأيضا كلمة بيستخدموها أهالي القدس عند استقبال المسيح بهيدا اليوم. فبيقولوا كيف نحن بنقول هوشعنا هوشعنا في الأعالي، هن بيقولوا أوسانا أوسانا أوسانا. أولا بيتم احتفال بأحد الشعانين بطريقة مميزة بالقدس بفلسطين المحتلة، بحيث يتم عمل مسيرة دينية تقليدا الأحداث المذكورة بالإنجيل. بيستخدم جحش وإطلاق مسيرة دينية بتخللها التراتيل والصلوات بكنيسة بيت فاجي، مرورا بجبل الزيتون ووصولا إلى كنيسة القديسة حنة بالقرب من باب الأسباط. وبتنتهي المسيرة من خلال صلاة بكنيسة القديسة حنة، ومن بعدها بتخرج فرق الكشافة وبتجوب المدينة وصولا إلى الباب الجديد بالقدس، وبشهد العديد من الناس احتفالا بالمناسبة. بتتم هذه المسيرة الدينية ساعة 2:30 ظهرا، وبيوصل عدد المشاركين إلى حوالي 15,000 مسيحي من مختلف الطوائف والجنسيات، خاصة الفلسطينيين وسكان مدينة القدس، بالإضافة إلى فرق الكشافة والكهنة. هل تعلم أنه بالأردن ولبنان وسوريا والعراق بيعتبر أحد الشعانين مناسبة خاصة ومناسبة عائلية؟ بهذا اليوم بيحضر الأطفال الكنيسة مع فروع ومن أشجار الزيتون والنخيل والشمع. بعد القداس تقام مواكب
بترفقها فرق الكشافة وبتخلل هيدا اليوم احتفالات اجتماعية واجتماعات عائلية. هل تعلم أنه بالهند بكيرالا بجنوب الهند يعتبر أحد الشعانين من أهم الأيام المقدسة بتقويم المسيحيين مرطومة؟ من العادات والتقاليد بتناثر الزهور حول الهيكل خلال قراءة الإنجيل عند جملة هوشعنا في الأعالي مبارك الآتي باسم الرب، حيث بتتم قراءة هذه الكلمات 3 مرات، وكمان تقام مواكب بعد نهاية القداس بتخلل نثر الزهور ورش المي. يعتبر أحد الشعانين بجنوب الهند مناسبة عائلية هامة بالنسبة لمسيحيين مرطومة. هل تعلم بإسبانيا بيتم موكب مهيب بيلتفت حواليه شمامس الكنيسة الكاثوليكية بإسبانيا كرمال يسيروا بوسط الجموع، حيث تحتفل الكنيسة بأحد الشعانين بساحد القديس بطرس مباركا أغصان النخيل يلي بيحملها المؤمنين. كمان في لوحة بإسبانيا اسمها Sale of Beneath Palm Trees in front of the Cathedral of Toledo. هيدي اللوحة بتاريخ 27 مارس 1880، بتعبر أنه قديما كان يتم بيع أشجار النخيل البنيت أمام كاتدرائية توليدو. كان يصير بأحد الشعانين بإسبانيا قديما سنة 1880. أما هل تعلم بروسيا بمساء يوم السبت بيجوا المؤمنون بأغصان الصفصاف إلى الكنائس، ويقوم الكهنة بعد قراءة الإنجيل وقراءة مزمور 50 برش الماء المقدس على فروع الصفصاف الموجودة بين أيدي الناس أو الموضوعة بالكنيسة. وباليوم الثاني بأحد الشعانين بيجوا هيد المؤمنين حاملين الأغصان يلي بوركت بالماء المقدس لاستقبال ربنا يسوع بدخوله إلى أورشليم، لأنه يليق به كل شيء مقدس. وهي بدل من سعف النخيل كرمز دخول سيد المسيح إلى أورشليم بيتم تخزينها بالبيت من عام إلى عام. هيدي النباتات الصفصاف بيعتبروها بروسيا أنه هيدي النبتة مقدسة، وهي النبتة بتكون بالربيع وبترمز للحياة الجديدة والصحة والحيوية والخصوبة. وأغصان الصفصاف المضيئة بيعتبرون أنه هي بتطرد القوة المظلمة من البيت. وبحب أذكر كمان أنه الصفصاف مش بس أنه بيحملوا أغصان الصفصاف الطبيعية، وأيضا بيتم صنع الصفصاف اللاد بيكونوا مضويين بيحملون معهم خلال مسيرتهم بأحد الشعانين. هل تعلم بفرنسا اعتاد الناس على حمل خشب البوكس أو أغصان الغار؟ مع ذلك ببروفانس، خاصة ببروفانس، بفضل الناس شجرة الزيتون، يعني بيعتبروا شجرة الزيتون هي رمز السلام والخصوبة. وأيضا أوراق الغار بتستخدم غالبا لعطور الرجال وعطور للنساء. أما بألمانيا بألزاس عدد الناس حمل أكواب من الفروع كمان خشب البوكس أو كرات صغيرة بتكون منفوشة، لأنه هن بيعتقدوا أنه خشب البوكس هو رمز للخلود والخصوبة. أما بإيطاليا تستخدم أوراق النخيل بأحد الشعانين جنبا إلى جنب مع أغصان الزيتون صغيرة، وهي متوفرة بسهولة بمناخ البحر الأبيض المتوسط، وبتم وضعها بالبيوت من سنة لسنة، وأيضا أكيد بيحملوها معهم خلال مسيرتهم لأحد الشعانين، وبيربطوها بطريقة هيك، بيربطوا شرائط الأوراق بأشكال صغيرة، وأيضا بيربطوها بزينوا فيها الكعك العيد الفصح تقليدا، لأنه هن بيعتبروا أنه هيدا رمز الولادة، مثل البيض كمان بيستخدموا البيض كأنه رمز الولادة والخصوبة والخلود. أما باليونان هل تعلم أنه بيتم إقامة القداس الإلهي ورتبة تبريك الأغصان مع زياح داخل الكنيسة أو خارجها مع حمل الشموع، كما أنه بيتم تزيين الكنيسة بأغصان الزيتون وسعف النخيل حسب العادة، مع توجيه المؤمنين إلى المشاركة روحيا بإضاءة الشمعة ببيتهم رمزا للاشتراك باستقبال سيدنا يسوع المسيح لدخوله إلى أورشليم. وأيضا بيحضروا خبز حلو أو بسكوي على شكل إليعازر ملفوف بضمامات جنائزية، وبسموها باليونان لازاراكيا من أجل إليعازر الأحد، وأيضا بزينوا فيها المذبح بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية. وأيضا كمان بأحد الشعانين
عندهم عوايد انه هن بيستهلكوا الاسماك والزيت ونبيد، بس مش منتجات الالبان ولا البيض ولا الدجاج ولا اللحوم الحمراء. اما بامريكا، هل تعلم انه بيتم الاحتفال باحد الشعانين بالمواكب وتوزيع السعف النخيل المبارك ببعض الكنائس، وبتم حفظ اشجار النخيل وحرقها الى رماد، حيث يقوم بعض المسيحيين بطي السعف النخيل الى الصلبان والاحتفاظ فيها ببيوتهم. اما باستراليا، هل تعلم ان المؤمنون كمان بيحضروا سعف النخيل على اشكال مختلفه، وبتم تصميمها بتصميم اكيد بسيط جدا، وايضا بتم مسيره باحد الشعانين، وكمان في يعملوا كمان بيعملوا موديل لاغصان الزيتون على شكل صليب، لانه هن بيعتقدوا لما تم تسمير يسوع المسيح حتى الموت. وايضا بتم مسيره حيث بيستقبل الجموع بتلويحهم باوراق النخيل. ويقوم المسيحيون باستراليا بنفس الطريقه، ويبارك الكاهن اشجار النخيل بالماء المقدس وبلوحه باشجار النخيل كمان خلال المسيره. اما بمصر عندهم تقاليد مختلفه جدا. هل تعلم انه الاقباط بمصر كمان بيسيروا بمسيره حاملين الشموع والمجامر والصلبان خلف الكهنه، وكمان يسير معهم المسلمون ويطوفون بالشوارع وبرتلوا، وكمان اعتادت البعض الكنائس على تقديم المسرحيات للاطفال، بخبرون بيقدموا المسرحيه يلي هي مذكوره بالانجيل، وايضا كمان بيتم مسرحيه تمثيل حدا منهم بيمثل يسوع المسيح وهو راكب على حمار، وبيستقبلوه باغصان الزيتون وبلوحوا فيه كان رجالا ونساء واطفالا، وبرنموا من جو من التهليل والزغاريد. وايضا النسوان والاطفال بزينوا حالهم باشكال مختلفه المصنوعه من الغوص اوراق النخيل منسوجه يدويا، وبيستخدم تقليديا في بناء الاسقف والحصائر. وبتشوفهم كمان حاطين بايديهم اساور ذهبيه وخواتم ذهبيه، وبزينوا راسهم بالتيجان كمان مصنوعه من النخيل ومن السنابل القمح. ويتبارى الاقباط باكتناء السعف وجدله وتزيينه بالورود، ووضع الكربانة على شكل صليب كعلامة بهجة لاستقبال يسوع المسيح أو العريس، هنا حسب ما بيعتقدوا، وبلقبوه بالملك السماوي مخلص النفوس من الفساد. هيك مشاهدينا أعطيتكم حقيقة هيك ببعض البلدان العالم كيف بيحتفلوا بأحد الشعانين هيدا النهار المقدس. وهلأ رح نعرض فيديو بهل تعلم، فيديو مهضوم صغير عن كيفية تزيين الشمعة لأولادنا بمناسبة أحد الشعانين بطريقة بسيطة جدا وسهلة وبلا تكلفة، وخاصة نحن اليوم عم نعيش بأزمة اقتصادية خانقة.
هلاك فيديو قصير كيف نقدر نزين الشمعة بعيد الشعنينة بطريقة بسيطة وسهلة ولا تكلفة، مثل ما قلت سابقا انه خاصة نحن هلا عم نمرق بأزمة اقتصادية خانقة، فينا نحن نزينه بالبيت هيك لأولادنا. هلا رح ننتقل انا وياكم لفقرة قصة وعبرة. مشاهدينا نحن بفكرة قصة وعبرة، اليوم قصتنا من وحي عيد الشعنينة وهي قصة إلياعاز المذكورة بإنجيل يوحنا 11:44. كان لدى يسوع ثلاث أصدقاء يحبهم كثيرا في قرية بيتعنيا، وهم إلياعاز وأختاه مريم ومرثا. وفي يوم من الأيام عندما كان يسوع في منطقة بيريا، أرسلت إليه مريم ومرثا خبرا مستعجلا كي تقولا له: إلياعاز مريض جدا، تعال بسرعة من فضلك. لكن يسوع لم يذهب بسرعة، بل انتظر يومين ثم قال لتلاميذه: لنذهب إلى بيت عنيا، إلياعازر نائم وأنا سأذهب لأوقظه. فقال له تلاميذه: إذا كان نائما فهذا يساعده أن يشفى. فقال له يسوع بوضوح: إلياعازر مات. وعندما وصل يسوع إلى بيت عنيا، كان إلياعازر قد دفن منذ 4 أيام، وكان أشخاص كثيرون قد أدوا ليعزوا مرثا ومريم. ولما سمعت مرثا أن يسوع جاء ركضت لتلاقيه وقالت له: يا رب، لو كنت هنا لما مات أخي. فقال لها: سيقوم أخوك، هل تؤمنين بهذا يا مرثا؟ جاوبت: أنا أؤمن أنه سيقوم في القيامة. فقال لها يسوع: أنا القيامة والحياة. بعد ذلك ذهبت مرثا إلى مريم وأخبرتها أن يسوع جاء. فركضت مريم إلى يسوع ولحقها الناس، وعندما وصلت ركعت عند قدمي يسوع ولم تقدر أن تتوقف عن البكاء، ثم قالت له: يا رب، لو كنت هنا لما مات أخي. ولما رأى يسوع كم هي حزينة بدأ هو أيضا يبكي. فقال الناس: انظروا كم كان يحب إلياعازر، يلي هو كان حبيبه. وقال آخرون: لماذا لم يخلص صديقه؟ فماذا فعل يسوع؟ ذهب يسوع إلى قبر إلياعازر، وكان هناك حجر كبير على مدخل القبر، فأمر يسوع الناس أن يزيحوا الحجر. فقالت مرثا: لكنه مات منذ 4 أيام ورائحة جسمه صارت بشعة. مع ذلك أزاح الناس الحجرة. وصلى يسوع إلى أبيه وقال: أيها الآب، أشكرك لأنك سمعت لي، أعرف أنك دائما تسمع لي، لكني أتكلم الآن أمام هؤلاء الناس كي يعرفوا أنك أرسلتني. ثم صرخ يسوع: إلياعازر، اخرج. فخرج إلياعازر من القبر وجسمه ملفوف بقماش من كتان، وقال يسوع: فكوه ودعوه يذهب. عندما رأى الناس قيامة إلياعازر آمن كثيرون منه بيسوع. من هالآية العبرة بتقلي وبتقلك إنه رب يسوع هو الكلمة يلي بيسمعها الميت بيقوم من الأموات، والله قادر على كل شيء والخالق على كل شيء من العدم أو الموت. إذا متطلع بتعنيا من الإنجيل، بتعنيا الأصل الكلمة هي بيت العناء أو بيت الألم، وقرية عنيا قريبة من أورشليم، يعني ما بتبعد عنا غير 2 ملم. وهيدا البيت هو موضع راحة للرب أو بيت ضيافته وموضع حب للرب، إنه هيدا البيت كان يحبه كتير ليسوع. بيت مرتا ومريم وإلياعازر والإخوة كلها والعائلة كلها كان يحبه كتير يسوع، العائلة كلها كان يحبوه. والسؤال هون من هيد بتعنيا أو من هيد الآية نسأل حالنا: هيد هل بيتنا هو موضع راحة للرب يسوع؟ هل منخليه يشعر من خلال بيتنا بحبه إله وأسرتنا بحبوه عن جد؟ لأنه هل هو حبنا إله هو عن جد حقيقي وحقاوي؟ كلمة هيك نحن منطلب من الله أنه يكون بيتنا هو موضع للرب، ويكون هو عقلنا الوحيد يلي بيقود حياتنا لمراعن خضر بنعمته وبركته
ومنطلب كمان سوا من الله يعطينا من نعمته وبركته حتى يكون بيتنا موضع راحة للرب، ونكون نحن بيتنا للرب يسكن داخله. فخلوا بيوتنا يكون عن جد موضع لراحة الرب. هلا أنا وياكم رح ننتقل لفقرة إتيكيت. مشاهدينا احنا بفكرة اتيكات على طول بعطيكم قواعد او تيبس عن فن التصرف او التعامل مع حالنا او مع غيرنا بحسب المناسبة اللي احنا موجودين فيها، كمان نحن ننسجم مع افراد المجتمع ومع البيئة اللي احنا عايشين فيها. هون بما انه احنا ادمين لاحد الشعانين رح اعطيكم هيك قواعد اتيكات لعيد الشعانين. ما ننسى انه اكيد بعيد الشعانين بتعج ساحات الكنائس بالناس الوافدين اليها مع اطفالهم لاحتفال بذكرى دخول المسيح الى اورشليم وكغيره من الاعياد الدينيه والتقليديه. بما انه بعيد الشعانين احنا هذا النهار المقدس نحن كثير بنعطيه اهميه، حلو انه اعطيكم كم قواعد خاصه بهيدا النهار. اول شيء رح بما يخص ملابس، خلي يكون على طول ملابسنا محتشمه، انه لازم الاهل يحترموا حرمة المكان اللي هي الكنيسة واختيار الملابس المناسبة للكنيسة، انه يعني نختار ملابس محتشمة الملائمة مع هيدي المناسبة، ما نلبس تيابنا مش احنا رايحين لا على سهرة ولا على ظهرة، ولا يكونوا كتير ملابس براقة وغير محتشمة يلي بتظهر اجزاء من جسمنا، حلو انه تيابنا يكونوا يلائموا بالكنيسة باحد الشعني. وايضا خاصه لاولادنا يكونوا كمان ما يكونوا كثير مفسلكين، يكونوا تياب لخارج اعمارهم بما يخص بملابس اطفالنا، ما نلبس لا تنوره كثير ولا حتى كثير نلبس اطفالنا تنانير قصيره ولا قصص كثير غير محتشمه وبتبين. اذا في حل بسين بروتال حلو انه نغطي كتافنا اذا فاتين على الكنيسه كنا داخل الكنيسه او خارج الكنيسه نحن بالساحه، نلبس بنطلون او نحط بليزر او كنزه تغطي كتافنا. هلا بما يخص النظافة فوق كل اعتبار، شو النفع نحن نكون كثير مرتبين ومزوزقين وبين حلوين ومش نضاف، حلو كمان نلتزم بالنظافة، النظافة من الإيمان كن نحن وكان لأولادنا، مش بس كمان نظفت حالنا ولا تيابنا كمان نظفت الكنيسة، إنه ما نخلي شيء ورانا إذا كان كبين شمعة أو ريبان بالغلط أو كليناس، على طول نخلي الكنيسة نظيفة وساحة الكنيسة كمان نظيفة. كمان بما يخص الاعتدال، اذا بدنا نحمل اولادنا الشمعه تكون الشمعه حجمها معتدله، ما تكون كثير كبيره كرمال يقدر الولد يقدر يحملها، ما تكون ثقيله عليه ولا كثير كمان مبورزها كمان كل وقت عم تهرهر على بنك الكنيسه. وايضا اذا بنحمله سله العيد تكون السله كمان على قد قياسه، كمان بنحمله سله كثير كبيره عليه، وما كثير كمان نعجق الشمعه، خلينا نحن نحتفظ بقيمه الشمعه اللي هي لها معنى كثير مهمه بالشعني. نحترم المكان، ما نضج كثير، ما نصدر اصوات، كمان هلا كمان حلو بحب نوه هون انه مش بس نحن حلو نحضر القداس، حلو كمان اطفالنا واولادنا يكونوا قاعدين حدنا بالكنيسه على البنك، مش برا عم يلعبوا بالساحه ويعملوا ضجه. اذا التقينا بقرايبينا او التقينا باصدقائنا ما نعمل ضجه ونقعد نعمل اصوات وكيفكم وكذا، كل هول ضجه بالكنيسه، وقت القداس قداس، لحقين نحن بعد الكنيسه لما نرجع على البيت او رايحين على المطعم لحقين نسلم على بعض ونحكي مع بعض وندردش بين بعض، مش حلو نسلم على بعض برات الكنيسه ونعمل كثير صوت. وايضا كمان خاصه الكاميرا والسيلفي، ما نقضي كل وقت عم نصور سيلفي، حلو انه ناخذ كاميرا كذكرى بيوم الشعانين، نتصور نحن وقرايبنا، نحن واولادنا، نحن واصدقائنا، ناخذ صوره صورتين، بنقضي كل وقت عم ناخذ سيلفي او عم نظبط حالنا المكياج خاصه النسوان على الكاميرا تبع السلولار او على المرايه. ناخذ صوره صورتين يا بساحه الكنيسه يا بالكنيسه مع الشمعه مع اولادنا، ما نكتر كثير ما نعجق كثير. وكمان حلو نتاكد ونعمل تشيك اب لما يخلص القداس اذا تركين شيء على البنك، مش تركين الشمعه بالغلط او كان لانه شيء بسبب حريق، كمان نبعد عن بعض المسافه، ننتبه على طول على اولادنا انه الشمعه ما تدق بالشمعه تغيرنا بسبب حريق بالكنيسه. كمان انا قلت ببدايه حديثي انه تكون الشمعه تكون سهله وبسيطه وتكون على قد قياس الطفل، ما نحمله الشمعه كثير كبيره لانه بتصير توقع منه وهيدا الشيء بسبب حريق بالكنيسه.
وايضا مثل ما قلت نحترم المكان ونحضر القداس. هلا من بعد القداس الشعنينه بما يخص استقبال الزوار بعيد الشعنينه ببيتنا. هلا اذا كنا بمطعم، مطعم ديجا رح نحكينا عن قواعد الاتيكيت بالمطعم بحلقات السابقه بفكره اتيكيت كيف نكون نحن نتصرف بالمطعم، وايضا ببيتنا اذا نعزم حدا او حدا عزمنا كمان انا حكيت بحلقات السابقه عن قواعد اتيكيت تناول اكل إذا كنا عازمين حدا أو رايحين عند حدا معزومين عند حدا. فيكم تراجعوا أكيد على صفحة يوتيوب مريم تي في لبنان، أنا حكي بفقرات الاتيكيت عن هذا الموضوع. بس بما يخص عيد الشعانين، إذا بدنا نستقبل ضيوفنا كانوا قريبين أو أصدقائنا، إذا في حال صلة القرابة كتير قريبة يعني قريبين كتير بيعزوا علينا، حلو أنه يقضوا نهار عنا نهار الأحد من بعد الكنيسة من بعد القداس أنه أكيد نضيفهم أول شيء ونخصص لهم غدا لألون. وإذا في حال كانت زيارة رسمية أصدقائنا أو مش كتير أصحاب أكيد من هنا رح يقعدوا بين ربع ساعة وثلث ساعة عنا، كمان حلو أنه نضيفهم ضيافة هيك رسمية. هلا كضيافة العيد حلو انه تكون بتحتوي على قطعه من الحلوه مع القهوه، اكيد نضيفهم حلو العيد مع قهوه او مع شاي او اي مشروب ساخن او بارد اللي هن بحبوه، وايضا فينا نحط فواكه يلي موجوده عندنا بالبيت. اذا كانوا قريبين كثير قريب مننا حلو نعمل لهم حفل غدا. هلا كحفل غدا انا حكيت ديجا قواعد اتيكيت مثل ما قلنا بنراجع الحلقات السابقه كيف نحضر الطاوله ادوات الطعام وكل هولي. بما يخص الهديه حلو انه نشكر الضيف انه جاب لنا الهديه، ما دغري نخبيها جوا نحطها مقابله ونفتحها قدامه. اذا كان باقه من الورد حلو انه نجيب فاز ونسقيها نسقي باقه من الورد المي بهيدا الفاز. واذا كان الهديه او يلي الجماعه جابوا معهم مثلا حلو انه نضيفهم كان نحطهم بصحن او نضيفهم حسب هن شو مقدمين لنا. واذا نحن كمان بدنا نرجع نعيد غيرنا وقرايبنا حلو كمان نفوت معنا شيء حسب قد ايه صله القرابه بيننا وبينه. هول هيك مثل كانه هيك قواعد اتيكيت سريعه بعيد الشعنينه. حلو انه نزين الطاوله كمان بزينه الشعنينه او عيد الفصح اللي رح نحكي عنها المره المقبله بحلقه عيد الفصح. حلو ست البيت تزين بيتها او الطاوله باجواء عيد الشعنينه مثل العاده، تكون اكيد الزينه قريبه من زينه الربيع، الوان البهجه، الوان الربيع، الوان الزهور يلي بتوحي بهيدي المناسبة. حلو كمان جهز طاولة للولاد عجنة بيكونوا أكيد يكون طاولة لألون وطاولة لألنا تكون في هيك يكون مرتاحين. نخصص كمان أوضة للألعاب للولاد كلمة يلعبوا بين بعض ما يعملوا ضجة معنا، يكون هنا عم يلعبوا عجنة ونحن قاعدين عجنة. وكمان للستات حلو كمان أنه ناخد معنا تياب للولاد، تياب للعب، يغيروا تيابهم عن تياب الشعنينة كامل ما يوسخون وهن يكونوا مرتاحين باللعب أكتر. هيدا هيك قواعد اتيكيت بما يخص عيد الشعنينه. مشاهدينا هيك وصلنا لنهايه لقائنا السريع جدا، حبيت تكون هيدي فقره استثنائيه تكون فقره هيك سريعه وهيدي الحلقه سريعه بس نخصصها لعيد الشعنينه. رح نعمل ملخص صغير قبل ما اختم واودعكم. حكينا بهل تعلم عن حقيقه علميه حول بلدان العالم كيف بيحتفلوا حسب تقاليدهم وعاداتهم بعيد الشعنينه، خبرتكم قصه بفكره قصه وعبره عن اليعازر كيف سيدنا يسوع المسيح قومه من الاموات خلي يكون بيتنا ومنزلنا موضع راحه للرب يسوع، وحكينا بقواعد الاتيكيت اعطيتكم تيبس كيف نعرف نتصرف بعيد الشعنينه اذا كنا بالكنيسه بالقداس أو كنا ببيتنا. هيك بنكون وصلنا لنهاية لقائنا الحلو. لقوني أنا وزملائي بالحلقات المقبلة بكافي بريك على قناة مريم تي في، بطلع عليكم أكيد مع باقة من المعلومات وأخبار عديدة ومفيدة. ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لصفحة يوتيوب مريم لبنان. إذا بتحبوا تتركوا أي تعليق بكومنت بوكس، تعليق عن موضوع أو فكرة بتحبوا تحكوا عنها أو فكرة بتهمكم، أنا بهمني هذا الموضوع نتشاركها سوا بالحلقات الجاية نحكيها على الهواء. ما تنسوا على طول تخلوا يكون معكم هذا الاكسسوار اللي هي البسمه ترسموه على وجوهكم، وخاصه بالاعياد كان رمضان او عيد الشعنينه وعيد الفصح، وعلى طول يعني هو شعنا في الاعالي مبارك الاتي باسم الرب شعنين مباركه جميعا. بشكر حضورك، بشكر حضورك. كفر بريك ما بتحلى الجلسه غير معك ومعك.